أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من الأسبوع الأول في دورة برمجة المتحكمات الصغيرية. انتهينا الآن من سرد المقدمة عن المتحكمات بشكل عام ومتحكمات الـ AVR 8 و 8 ميجا بشكل خاص. الآن يجب علينا البدء جديا ببرمجة هذا المتحكم العمل على برمجته. قمنا باختيار برنامج الـ 8 ستوديو للعمل عليه لبرمجة المتحكمات الصغيرية من خلال لغة سي السهلة التعامل والبسيطة في العمل. الآن وكوننا نتعامل مع لغة سي، فهذا يتيح لنا التعامل مع المتحكم الصغري على مستوى الريجسترات أو على مستوى البت، أي أننا يمكننا التحكم بكافة مسجلات المتحكم الصغري، بل ويمكننا التحكم في كل بت من بتات هذا المسجل. الآن بداية يجب علينا التكلم عن الـ General Purpose Input Output Registers أو الـ GPIO. ما هي الـ GPIO؟ الآن أولا تكلمنا عن المعالج الصغري، له نوعان، إما من نوع BDIP أو نوع SMD، وهو عبارة عن نظام للمعالجة، وسمينا هذه الأقطاب بالبنز سواء في شكل البيدب أو في شكل الـ SMD. تكلمنا عن كون المتحكم الصغري يستقبل دخلا وجهد كهربائي يقوم بعملية المعالجة فيسمى نظام معالجة، أو يقوم بتمريره فقط على أحد أشكال الخرج ليكون نظام تخزين. الآن نحن نتكلم عن المتحكم ATmega 32. الفكرة من الـ GPIO هي أنه يمكنني تخصيص كافة الأقطاب. كما لاحظنا يمتلك المتحكم ATmega 32 على 40 بن، على 40 قطب، فيمكنني برمجة كل هذه الأقطاب تقريبا للعمل إما كدخل أو كخرج، بل وأكثر من ذلك يمكنني برمجتها لتعمل كدخل ثم لتعمل كخرج. فإذا كل ما في المتحكم الصغري يمكنني التحكم به برمجيا. عندما أريد إدخال معلومات إلى المتحكم الصغري سواء عن طريق حساس أو عن طريق سويتش بوتون أو عن طريق شاشة إظهار أو أي شيء من هذه الأشياء، أي طريقة إدخال، سوف أدخلها عبر بن أكون قد عرفته على أنه قطب للدخل. عندما أريد إخراج على شاشة عرض أو على 7 سيجمنت، فسوف أقوم بتهيئة هذا القطب ليكون قطب خرج. الشيء الهام هو أننا نقوم بتسمية كل 8 أقطاب باسم بورت، أي كل 8 أقطاب تشكل منفذا. كما نلاحظ أني سميت هذا المنفذ بالاسم بورت X. X يمكننا استبداله بأحد هذه الأحرف، طبعا باختلاف نوع المتحكم. في المتحكم ATmega 8 يوجد فقط البورت B و C و D، لا يوجد بورت A. في المتحكم ATmega 32 يوجد A و B و C و D. إذا تختلف أسماء هذه البورتات على اختلاف المتحكم، يمكننا الحصول عليها من الداتا شيت، ولكن لن تتجاوز في عائلة الـ ATmega حتى الـ SMH. الآن طبعا ليس دائما يكون المنفذ بثماني بنات، فهناك في ATmega 8 سبعة بنات تشكل البورت سي. المهم الآن أنني عندما أتعامل مع هذه الأقطاب، فكل ما علي فعله هو التعامل فقط مع 3 مسجلات، وهي بالشكل التالي. أولا المسجل DDR، وهو الذي يحدد اتجاه هذا القطب، هل سيكون دخلا أم سيكون خرجا. المسجل الثاني وهو المسجل بورت، وفي مثالنا هذا هو البورت بي.
يخصص هذا المسجل للتعامل فقط مع الأقطاب التي تم تعيينها كخرج فقط. وهناك استعمال آخر له سأشرحه الآن، وهو لمقاومات الرفاة الداخلية. البورت أو المسجل بن يتعامل فقط مع الأقطاب، رجاء الانتباه، مع الأقطاب التي خصصت كدخل ضمن المسجل DDRB. مزيد من الشرح الآن. نلاحظ المسجل الأول هو DDR، ثم المسجل الثاني وهو بورت، والمسجل الثالث وهو بن. على فرض أنني كتبت عند برمجت المتحكم الصغري أو أدخلت قيم المسجل DDRA على الشكل التالي: 8 بتات ينتهي بالبن 7 ويبدأ بالبن 0. على فرض أنني أدخلت هذه الأرقام، فإن المتحكم الصغري سوف يفهم تلقائيا أن البن A، كونني اخترت البورت A، البن A 0 سيفهمه على أنه دخل، أي سيقوم باستقبال البيانات منه في حال وجودها. أما باقي الأقطاب، عفوا، وسوف يعرف البن A 7 على أنه دخل أيضا. أما باقي الأقطاب فسوف يتم تعريفها على أنها خرج. إذا القيمة 0 تعرف المتحكم الصغري أن هذا القطب هو قطب دخل، والقيمة 1 تدله على أنه قطب خرج. في حال كتبت هذه القيمة أثناء برمجة المتحكم الصغري، DDRA طبعا من البورت A تساوي 0 B، ما الذي تعنيه كلمة B؟ طبعا يمكنني استعاض عنها بكلمة X للكتابة في نمط الهكساديسيمال، أو D للكتابة في نمط ديسيمال، أو O للكتابة في نمط الأوكتال، أو ال B طبعا للكتابة في النمط الثنائي. في حال لم أرد أن أكتب بأصفار الواحدات، أريد أن أكتبه هذا المسجل أكتبه بالهكساديسيمال، فسوف أكتب DDRA تساوي 0x7، نلاحظ من هنا 7 وهنا القيمة E. إذا أعود أكرر أن إعطاء القيمة 0 في المسجل DDR سوف تعطينا أو سوف تخبر المتحكم أن هذا القطب هو قطب للدخل. إذا حسب برمجتنا سيكون هذا القطب وهذا القطب هي أقطاب للدخل، أما باقي الأقطاب فسوف تكون أقطاب للخارج. نعود للإكمال. الآن كما تكلمنا، المسجل التالي هو المسجل بورت. حصرا هذا المسجل يتعامل مع الأقطاب التي تم تعيينها على أنها خرج، أي في هذا المثال حصرا يتم التعامل معه مع الأقطاب BA1 إلى BA6. إذا كتبت أثناء برمجة المتحكم الصغري التعليمة التالية بورت إيدو 3 يساوي 1، فهذا يعني إخراج قيمة قدرها 5 فولت على هذا القطب. يعني بمعنى آخر، في حال كنت قد وصلت مع هذا المنفذ ديودا ضوئيا أو LED وصلته مع الأرضي، فسوف يعمل في حين إخراج هذه القيمة. الآن المسجل الثالث، طبعا نحن نأخذ كمثال البورد A. المسجل الثالث وهو المسجل بن يتعامل حصرا مع الدخل، أي أنني عندما أريد أن أفحص منفذ أو قطبا معينا سوف أقوم باستخدام هذه أو هذا المسجل. فعلى سبيل المثال يمكنني القول if بن A dot 0 يساوي 1 فقم بأداء عمل معين، أي في حال كنت قد وصلت مع المتحكم الصغري على المنفذ
أو على القطب BA0 switch button وصلته إلى التغذية، فعند ضغطي لهذا السويتش بوتون سوف يقوم بتنفيذ التعليمات الموجودة في جسم الإف. الآن تكلمت عن حالة خاصة باستخدام المسجل بورد مع أقطاب الدخل، قلت أنه لا يمكن استخدامه إلا مع أقطاب الخارج، ولكن يمكننا استخدامه في حالة واحدة وهي عند استخدام البول أب ريزيسترز. طبعا قمنا بتعيين البن A0 والبن A7 على أنها دخل، فكيف أتعامل معها مع البورد، مع المسجل بورد؟ ببساطة يمكنني كتابة التالي، طبعا عندي صفر وهنا صفر والباقي كلها واحدات. في حال كتبت التعليم التالية بورد مثلا بي يساوي واحد، وأي كلام نضعه هنا لا يهمنا الآن، إلى أن وصلت إلى البن A0 ووضعت أيضا القيمة واحد، فهذا يعني أن الحالة الابتدائية لقطب الدخل A0 عفوا B0 و B7 هي واحد منطقي، أي أنه في حال وضع سويتش بوتون فإنه سيكون فعالا دائما، لأن الحالة الابتدائية له هي القيمة واحد. وفي حال وضعت أن ضمن البرنامج أن إف هذا قطب الدخل يساوي واحد، فهذا يعني باستمرار تحقق هذا الشرط. ولكن لتجنب هذه المسألة أصل السويتش بوتون إلى الأرض، وطبعا هي الحالة المفضلة. إذا نستخدم البورد مع أقطاب الدخل في حال رغبتنا في رفع مقاومات البول أب ريزيسترز. الآن سوف نتوجه إلى البرمجة أخيرا. طبعا كنت أتمنى العمل على برنامج 8 ستوديو، ولكن سوف أعمل على شبيه له لكبر حجم ملف التنصيب للـ 8 ستوديو حوالي 800 ميجا، ولكن لا فرق. يرجى التوجه إلى الموقع sourceforge.net، وفي خانة البحث نكتب وين AVR وهو برنامج هام جدا. الآن نختار هذا الخيار، ومن ثم نتوجه إلى خانة فايلز، وين اي في ار، ونحرص دائما على تنصيب احدث توزيعة لهذا البرنامج. طبعا بعد تنصيب هذا البرنامج سوف نتوجه الى قائمة ابدأ ونكتب وين AVR لنتأكد من تنصيبه. البرنامج الذي سنعمل عليه هو البروجرامرز نوت باد، وهو برنامج هام صراحة لكل المبرمجين ليس فقط في عالم المتحكمات الصغيرة، وسنرى الآن لماذا. هذا هو برنامج البروجرامرز نوت باد. ببساطة اسمه يعبر عن طبيعة عمله، فهو مفكر للمبرمجين. نلاحظ أولا على الجهة اليسرى يعطينا عدة خيارات للغة البرمجة التي نتعامل معها، فمثلا أنا أتعامل مع لغة سي، فيعطيني ببساطة جميع التعليمات الواردة في اللغة سي دون الحاجة إلى حفظها، فهي موجودة وبمجرد الضغط عليها سوف تتكون تلقائيا وتظهر على الشاشة شاشة البرمجة. لغة الأسكي يعطينا جميع محارف لغة الأسكي، الجافا، البي اتش بي، البيرل، وكل هذه اللغات. ولكن الآن سوف نتعامل مع لغة السي.
الآن سوف نبدأ بالبرمجة الفعلية. طبعا التابع الرئيسي في لغة سي هو التابع مين. الآن ماذا يجب علينا أن نضع ضمن التابع مين؟ أولا وقبل أن ننسى وأهم ما في البرنامج وهي التعليمة while واحد. ما الذي تعنيه هذه التعليمة؟ سنرى الآن. سوف نفرض جدلا أنني لم أضع هذه التعليمة، فما الذي سيحصل؟ التعليمة while واحد تدل على الاستمرارية الدائمة، أي أن كل ما يكتب هنا من تعليمات سوف تتم دائما وأبدا طوال فترة وصل المتحكم الصغري بالطاقة. stuffs that will work always. as long as the microcontroller is باور. هل من المعقول أن أقوم بكتابة برنامج متحكم صغري يراقب درجة الحرارة فقط لمدة يوم؟ ما الذي سأستفيد منه؟ يمكنني عمل هذا، هذا ليس منافيا للحقيقة، ولكن الهدف من المتحكم الصغري هو الاستمرارية الدائمة. كما قلنا يمكن أن تبقى المعلومات 100 سنة في بعض الحالات. إذن الكيان الأهم لبرمجة المتحكم الصغري هي في كونه يعمل باستمرار ودون توقف. إذا الأمور التي سأضعها هنا سوف تستمر في حال اتصاله في الطاقة. الآن شيء مهم آخر، لا يمكنني البدء بكتابة أي شيء في المتحكم الصغري قبل استدعاء المكتبة avr/io.h. كما تعودنا على لغة البرمجة سي يجب استدعاء المكتبات قبل البدء. كل شيء يتم وضعه قبل الوايل الواحد يتم استخدامه أو تنفيذه لمرة واحدة. فإذا وعلى سبيل المثال أنني سأقوم بكتابة البرنامج التالي، سوف أكتب برنامجاً أوصل عبره 5 لدات مع المتحكم الصغري، وسوف أقوم بوصل هذه اللدات مع الأقطاب لنقول B1 و2 و3 و4 و5. كيف سيتم هذا؟ لنرى الآن. أولا يجب علي تعريف هذه الأقطاب على أنها أقطاب خرج، فلو أنني عرفتها على أنها أقطاب دخل فلن يمكنني استجرار الطاقة منها، وأنا أحتاج إلى الطاقة لتشغيل اللدات. سوف أصل هذه اللدات إلى الأرضي وأقوم ببعث جهد التغذية عبر أسلاك التغذية. الآن إلى البرمجة. أولا يجب علي تعريف اتجاه البيانات. أولا يجب علي التعامل مع السجل DDRB يساوي 0x عفوا 0b، كوننا نريد أن يكون البن الأول هو عبارة عن دخل نعطيه القيمة 0، والباقي يجب أن يكون خرجان فنعطيها القيمة 1. كما نلاحظ جميع الأقطاب خرج سوى القطب
الأول. الآن يمكنني عمل هذا إما في خارج الوايل لوب أو داخل الوايل لوب، وهو إعطاء قيمة البورت، عفوا الكتاب بأحرف كبيرة، بورت بي يساوي أيضا صفر بي. أعطيه القيمة، نلاحظ أن إذا أعطيت القيمة واحد فسوف تكون قيمة البين بي زيرو الذي هو دخل القيمة الابتدائية هي واحد، لكن سأبقيها على القيمة صفر. الآن سوف أقوم بالتالي، سوف أقوم بتشغيل الليد الأول وإطفاء الليد الثاني وتشغيل الثالث وهكذا. إذا سيعمل الليد الأول والثالث والخامس والخامس، وينطفئ الليدان الثاني والرابع. يمكنني وضع هذه التعليمة هنا أو هنا، ولا فرق في هذا، أنها سيتم أداؤها مرة واحدة فقط. الآن سوف أقوم عمل أو إجراء عملية make all، وسوف أقوم بحفظها باسم test واحد. ماذا تعني عملية الميك أول؟ عملية الميك أول صراحة سوف تقوم بتحويل لغة السي التي كتبنا بها DDR بي وما إلى هنالك والكثير من التكويدات التي سنراها لاحقا، تقوم بتحويل هذه اللغة التي لا يفهمها المعالج، وحدة المعالجة المركزية داخل المتحكم لا تفهمها، تقوم بتحويلها إلى الصيغة .txt والتي هي عبارة عن قيم من الأصفار والواحدات، والتي يستطيع بكل بساطة المتحكم الصغري التعامل معها. إذا عملية الميك أول أو البيلد للمتحكمات الصغرية تقوم بإنتاج ملف هيكس نقوم بنقله إلى المتحكم الصغري عبر المبرمجة وعبر أقطاب البرمجة. لنرى الآن. الآن وقد قمت بتوصيل الدارة الإلكترونية عبر متحكم ATmega 8، وقد قمنا ب اعتبار أن المنفذ الأول هو خرج، والثاني والثالث والرابع والخامس، باعتبار أن الليد الموصول على المنفذ الأول سوف يضيء، والثاني لن يضيء، الثالث يضيء، والخامس يضيء، والرابع لن يضيء. طبعا حسب الداتا شيت يجب وصل القطبين السابع والثامن إلى ال VCC والجراوند، وطبعا هذا القطب أيضا إلى الجراوند، وقمت بوضع الهزازة على القطبين التاسع والعاشر حسب الداتا شيت. الآن وعند وسط التغذية يجب أن يعمل هذا الليد وهذا الليد وهذا الليد. طبعا هناك خطأان في الدارة الإلكترونية تجاوزتهما قليلا، وهما يجب وضع مكثفين كما سبق وتكلمنا، مكثفتين للتنعيم عند الكريستالة، ويجب وضع مقاومات عند وصل الليدات. الآن سوف نقوم بتشغيل الدارة. كما نلاحظ أن الليد الأول قد وصله جهة 5 فولت وبالتالي سوف يعمل، والثالث والخامس، بينما الليد الثاني والرابع لن يعملا. وبهذا نكون قد أدخلنا قيما معينة للمسجل DDRB وعيناها على أنها خارج وأعطيناها قيما معينة. بهذا نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول من دورة المتحكمات الصغرية. شكرا لكم.